دكتور أحمد يوسف، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة في كلية الطب المنيا. أنا النهاردة طبعا سعيد بلقاء زمايلي وأبنائي في مؤتمر راينو إيجيبت 25، لأن ديت مسيرة كبيرة عبر حوالي 25 سنة أو أكتر قليلا في بداية العمل بمناظير الأنف والجيوب الأنفية. وطبعا يعني دوت انتهز الفرصة ان انا انوه لزمايلي اللي اصغر مني في موضوع بداية العمل بمناظير الجيوب الأنفية، انها مش مجرد ابروتش او مش مجرد آلة جديدة، ولكن موضوع جراحة المناظير الجيوب الأنفية غيرت الفلسفي في جراحة الأنف وجراحة الجيوب الأنفية اللي احنا كنا بنعملها زمان بعمليات أكثر صعوبة بالنسبة للمريض وأكثر إرهاقا بالنسبة للجراح. دلوقتي بنقدر نبتدي المسيرة ديت بعد 25 سنة، بنطور أكثر اللي احنا بدأناه من 25 سنة. وفي نفس الوقت أنصح زمايلي اللي أصغر مني إن هو قبل ما يبدأ في جراحة مناظير الجيوب الأنفية إن هو يبتدي على الأقل يكشف على المرضى أتليست على الأقل 100 مريض كإكزامينيشن، إندوسكوبيك إكزامينيشن، إن هو يكشف على المريض بالمنظار بالعدسات المختلفة عشان يبقى فاميليار، يبقى واخد على الأوضاع المختلفة اللي ممكن يجابهها في الكثير من المرضى. لأن طبعا الأنف من ضمن الأماكن اللي في الجسم اللي بيبقى فيها فرايتيز وبيبقى فيها اختلافات كتير بين مريض ومريض. ده بالنسبة لنصيحتي للأطباء الجونيور إن هو يبدأ بالكشف بالمنظار على الأقل على 100 حالة قبل ما يبتدي في مسيرة جراحة مناظير الجيوب الأنفية، واللي المفروض برضو يبدأها ستيب باي ستيب بحيث أن يبدأ من البيزك وبعد كده يتقدم قليلا قليلا لغاية ما يبقى فاميليار بالإكستندد أبروتشز أو التطور اللي ما بعد الحاجات البيزك اللي احنا بنبدأ بيها. بالنسبة للمرضى، أنا نصيحتي للمرضى أن هم يبقوا على قناعة بأن الفلسفي في جراحة مناظير الجيوب الأنفية غيرت كتير الفكرة اللي كانت موجودة عند كثير من المرضى زمان قبل المناظير ما تبتدي نشتغل بيها، إن كان يعني المريض يقول لك دي بترجع تاني، دي ما فيش أمل، كذا كذا، كان يعني في شيء من الاكتئاب سابقا بالنسبة للأوتكم أو بالنسبة للنتائج التدخل الجراحي للجيوب الأنفية. لكن دلوقتي أنا يعني بأبشر المرضى بإني باستخدام مناظير الجيوب الأنفية بنقدر إن احنا بنقلل فترة النقاهة بالنسبة للمريض من عدة أيام أو أسابيع إلى عدة ساعات، فديا بتدي فرصة للمريض ان هو حالته تستجيب بسرعه. في نفس الوقت ما فيش اي جروح خارجيه في الواجهه زي ما كان بنعمل زمان، لا دلوقتي من خلال فتحه الانف الطبيعيه بنقدر نعمل كل العمليات بتاعتنا وبنجاح كويس وفتره نقاهه قليله جدا بالنسبه للمريض. فدوت اللي انا اللي ببشر به مرضى الجيوب الانفيه، وده بالنسبة للجراحة. لكن في نفس الوقت مش كل مريض جيوب أنفية بأمارس معاه دور الجراحة بالمنظار at first في بداية الأمر، لا، ده أنا لازم الأول ببتدي بالناحية الميديكال، ببذل محاولة بالعلاج، لأن مش كل الحالات بتحتاج جراحة، مش كل الحالات بتحتاج تدخل بالمنظار. في حالات كتير ممكن تشفى تماما with medical treatment، يعني بالعلاج الطبي. وبرضو اخر نصيحة بقدمها للمرضى ان هو المرضى عندهم فوبيا ضد الكورتيزون. الكورتيزون دايما بقول ان دواء محترم لمن يحترمه.
يعني بيستخدم مش هاب هازر، مش بنصيحة مريض لمريض، ولكن تحت إشراف طبي جيد. وفي الحالة دي بنقدر ناخد خير الكورتيزون ونبتعد عن شروره، لكن الكورتيزون مش هو مش 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 كله شرور ومش كله خير لا، ولكن لما يستخدم اندر سوبرفيجن تحت اشراف طبي محكم بيقدر المريض يستفيد استفادة كبيرة جدا من استخدام الكورتيزون، سواء الكورتيزون اللي بتاخد عن طريق الفم او الحقن او الموضعي عن طريق بخاخات الانف. شكرا جزيلا.